أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. المشهد الآن في جامعة القاهرة، لمن ينضم إلينا لأول مرة ويفتح التلفزيون نقول له الآن منذ ساعة أصبح الدكتور محمد مرسي، منذ أن أدى اليمين الدستورية أصبح رسميا ودستوريا رئيسا لجمهورية مصر العربية، أول رئيس مدني منتخب منذ 6000 عاما. هنيئا لمصر وهنيئا للدكتور مرسي. جدول اليوم لمن لا يعرف، بدأ منذ الساعة 11:20 توجه الدكتور مرسي إلى مبنى المحكمة الدستورية في منطقة المعادي، أي على بعد عدة أمتار من مستشفى المعادي العسكري الذي يوجد فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك مريضا في جناح دال، حيث يقوم بتلقي العلاج في هذا المكان. عدة أمتار تفصل ما بين هذا المبنى وذاك، لكن 30 عاما تفصل ما بين هذا المبنى وذاك المبنى، وما بين رئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية ورئيس آخر ينتمي إلى انتخابات مدنية حرة. بعد القسم وبعد أن ألقى كلمة قصيرة، أو بعد أن صافح أعضاء المحكمة الدستورية العليا اللي هم 19 عضوا، هو حينما كان يقسم كان على يمينه المستشار فاروق سلطان الذي يعني ينهي خدمته اليوم. اليوم هو آخر يوم دوام وآخر يوم له في خدمته كرئيس للمحكمة الدستورية، وكان يقف على يساره المستشار ماهر البحيري نائب المحكمة الدستورية، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الذي سوف يقوم بحلف اليمين أمام الرئيس الجديد الدكتور مرسي كرئيس جديد للمحكمة الدستورية، وهو أول رئيس يختار من داخل المحكمة نفسها وليس بالتعيين المباشر من رئيس الدولة. بعد ذلك يتوجه أو الآن الدكتور مرسي في طريقه إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث سيتوجه بإلقاء خطاب. القاعة كما أفدنا زميلي الأستاذ خيري رمضان فيها حوالي 2500 من المدعوين، فيها قسط كبير جدا إن لم يكن كله من أعضاء البرلمان الذي تمت إبطال دستوريته، وأيضا أعضاء مجلس الشورى ومجموعات نخب من الشخصيات العامة في جمهورية مصر العربية. المنصة تبدو الآن عليها مائدة صغيرة ومقعد واحد مخصص لرئيس الجمهورية. الآن تدخل سيارات الرئاسة، ويبدو أن هي فيها سيارة الرئيس الدكتور محمد مرسي وحولها مجموعة من الحراسة. هذه هي بوابة جامعة القاهرة، هذه الجامعة التي تلقى فيها الدكتور مرسي تعليمه في كلية الهندسة. كلية الهندسة هي الرصيف المقابل لمبنى الاحتفالات الكبرى. الخطاب يتوقع اليوم كما وصفه زميلي الدكتور معتز بالله فتاح أن يكون تأسيسيا، لكن زميلي الأستاذ خيري أيضا يرى أنه من الممكن أن يكون هناك مجموعة من القرارات. هذه العربة الغريبة التي مرت من أمامكم هي عربة الاتصالات والمضادة للمتفجرات التي تقوم باستشعار عن قرب، وهي أيضا التي تقوم بالتنبيه إذا كانت هناك أي مخاطر أو اتصالات، وتقوم بعملية التشويش السلكي لأي مخاطر تقع على موكب الرئيس، وهي موجودة منذ عهد الرئيس السابق. المدفعية الآن تطلق 21 طلقة ترحيبا هذه قوات الحرس الجمهوري، هذا هو زي الحرس الجمهوري ترحيبا بانتخاب الرئيس الجديد.
الاحتفالات لن تتوقف، لأنه بعد الكلمة سوف يذهب الرئيس إلى منطقة الهايك ستيب، وسيكون هناك استقباله المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائد العام، ومعه الفريق سامي عنان اللي هو رئيس الأركان، وأيضا كافة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيقام له عرض عسكري احتفالي وعمل فيلم تسجيلي وتناول الطعام، دعوة كريمة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري ترحيبا بالرئيس الجديد الذي هو في نفس الوقت رئيس الرئيس الأعلى للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية. الموكب الآن يقترب ونرى العلم المصري يرتفع ترحيبا بقدوم الرئيس. طبعا كما ترون إنه الترتيبات الأمنية اعتيادية هي طبعا شديدة كالعادة، وهذا هو يعني الاعتيادية، لكن الرئيس نفسه في الموقف الذي قام به بالأمس إنه لا يرتدي سترة مضادة للرصاص، لا يخشى من عمليات أي التحام مع الجماهير، إلا أنه الأمن يقوم بدوره في حماية الرئيس، لأن هذا هو الواجب خاصة بعدما أصبح الرئيس المنتخب. يصل الدكتور مرسي حرس الشرف يستقبله. من الواضح طبعا خير خليك معايا بقى في النقطة دي، إنك شايف أنه يعني كافة المراسم على قدم وساق للاحتفال بالرئيس. رئيس مصر. يعني رئيس لازم يتعمل له كل شيء كما يجب في أبهى صورة. رئيس دولة عمرها 6000 سنة. رئيس مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات الدولة ضمناً بتقول له إحنا موافقين، إحنا معاك طالما الشعب اختارك. هنا الرئيس يدخل القاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. حرس الشرف هذا هو من الحرس الجمهوري، قوات الحرس الجمهوري. أعتقد أن الرئيس اليوم هيحضر ثلاث مرات هيشوف فيهم السلام الوطني. نعم. المرة الأولى كانت في المحكمة الدستورية. الآن أمام جامعة القاهرة، ولا أتصور أنه حينما يذهب إلى الجيش الذي هو القائد الأعلى له ألا يبدأ هذا الاحتفال أيضا بالسلام الوطني بالنسبة له. هذا يوم تاريخي. عايز أقول نقطة يا جماعة علينا ننتبه لها، إنه المقعد الذي سيجلس عليه رئيس جمهورية مصر الدكتور مرسي هو نفس المقعد الذي مش هو الكرسي بمعناه، نعم، بس هو مقعد جلس قبله رمسيس الثاني، مينا موحد القطرين، صلاح الدين الأيوبي، الظاهر بيبرس، محمد علي، إبراهيم باشا، إسماعيل خديو، إسماعيل فؤاد، سلطان فؤاد، الملك فاروق، محمد نجيب، جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، حسني مبارك. يعني نحن نتحدث مع تاريخ، مع تاريخ شامل اتفقنا أو اختلفنا معه، لكنه تاريخ أقدم دولة في التاريخ. لازم في ملاحظة مهمة قوي لازم نتوقف أمامها. الناس اللي حاضرة في هذه القاعة ليسوا فقط النخبة ولا أعضاء مجلس الشعب ولا القادة العسكريين ولا سفراء الدول الأجنبية، لكن أيضا في أهالي شهداء موجود. أو نشوفنا مسكين صور، نعم، أبنائهم. المغزى والمعنى والدعوة، ما هي رسالته مبارح كانت للشهداء وأرواح الشهداء وحق الشهداء والقصاص للشهداء، والنهاردة أنتم موجودين حواليا.
الدعوة اللي بيتحكم فيها هي رئاسة الجمهورية، هي اللي بتطلب مين يكون حاضر. فهذا الحرص النهاردة أيضا له معنى، وجود هذا الخليط المتداخل ده بيحدد ملامح شكل حكم. طب نسأل الدكتور معتز، الاقتراب من الجميع، مخاطبة الجميع، مصالح قصدي يعني مصافحة الجميع، السعي لكسب ود الجميع، هو بالتأكيد خطوة أولى لكنها ليست نهائية. لا يعني فكرة المصالحة التي نحلم بها جميعا، وهي رغبة محمودة جدا من الرئيس أنه يعني يقوم بها، إلا أنها هي خطوة أولى. الجزء الأصعب هو دفع كلفة المصالحة، لأنه في فاتورة لازم هتدفعها لكل طرف يبحث عن أنه هو مظلوميته، أنه يشعر أنه مظلوما، أن لديه مطالب لم تتحقق في العهود السابقة. فمن هنا مقياس نجاح المصالحة أو عدم المصالحة ليس فقط في العلاقات الإنسانية، هي خطوة أولى عظيمة وهي خطوة جميلة، وليس في العلاقات العامة، لكن أيضا هي خطوة أولى. الفاتورة ذات الكلفة العالية ستأتي بعد ذلك، ومن هنا يبدأ التحدي الذي بدأ الآن بعد أن أقسم اليمين وأصبح رئيسا، عليه أن يبدأ في سداد الفاتورة. عايزين نقول للناس أنه الدكتور السعيد اللي هو وزير المالية ممتاز. قال في تصريحات ممتاز السعيد، قال أنه فاتورة 100 يوم الأولى كما حددها الرئيس مرسي تكلفتها حتى الآن هي محسوبة 20 مليار جنيه، عشان يحقق الوعود، عشان يحقق بعض الوعود في 100 يوم الأولانية. فهنا يجب أن نرى أنه في مطالب مع المطالب عجز أصلا 150 مليار، إيه؟ مع عجز أصلا في الموازنة في حدود 150 مليار جنيه. فمن هنا هيبقى في 3 أسئلة رئيسية زي ما بتقول أنت دايما 3 حاجات، فنستعير منك 3 حاجات. نمرة 1، قد إيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هيستجيب؟ هو بعث النهاردة رسالة طمأنة ليه واستعداده للمساعدة. تاني نقطة، قد إيه الدول العربية الصديقة ستقوم ب، وإن كانت هناك ملامح صدام بادية في بعض الدول، في بعض الدول العربية. السؤال الثالث، قد إيه يتحرك السوق المحلي ويخرج رجال الأعمال وتخرج الكتل المالية الكبيرة، وأيضا ما يعرف باسم صناديق الاستثمار المباشر في مصر، في أنها تحرك البورصة، تحرك السوق، تنعش السوق، تشجع الاستثمار الخارجي، وتتغلب على الجد النفسي، لأن كان في حالة انكماش ركودي تعهدها الأسواق منذ فترة نتيجة الترقب والخوف. الآن قضي الأمر، أصبح هذا الرجل هو رئيس البلاد، الآن عرفت مين بيحكمك، موقفك إيه بقى؟ هتستثمر ولا مش هتستثمر؟ إذا كنت هتستثمر، هتستثمر بقد إيه وفي أي قطاعات وإمتى؟ القرار ده يطلع بعد قد إيه؟ بعد ما أشوفه هيطمني إزاي؟ بالظبط، بعد ما أشوف سياسته ملامحها إيه علشان أقدر أخد قرار، اللي راس المال جبان جدا، فعلشان يتحرك لابد انه يطمني بشكل واضح. تعالى نتعب الدكتور معتز بقى، نخليه يكلمنا كيف يتخذ المستثمر قراره الاستثمار في دولة زي مصر. هقول يعني هجاوب على السؤال ده، بس هقول حاجة عامة. كلمة المصالحة هو بيتحرك على 3 مسارات، مصالحة مؤسسية لانه هو بالضرورة امام مؤسسات لها مطالب متعارضة. خد بالك، ما عارفش حضراتكم خدتوا بالكم ولا، الدكتور المستشار فاروق سلطان كان بيؤكد على حكم القانون. خد بالك حضرتك، يعني انا مش عايز اكون خبيث، بس احنا بنحلل بقى حكم القانون، فدي سلاحه اللي في ايديه كمحكمة دستورية، انه انا عندي حكم القانون. بس الدكتور مرسي بيؤكد على الفصل بين السلطات، فعايز اقول لك حكم القانون، بس خدوا بالكم ما يبقاش حكم القانون لدرجه ان تتغول سلطه على اخرى. ففي فعلا هو امام تحدي انه من مصالحه بين السلطات. دي نقطه ممكن نترد عليها دكتور، اتفضل. ما هو الرئيس حتى اذا كان سلطه تنفيذيه فهو مش حكم الدكتور مرسي، هو حكم القانون عليه. الذي لا حكم القانون الذي يعبر عنه ولا يتحرك إلا بمقتضى الدكتور مرسي أو أي رئيس آخر. إحنا الآن الآية يجب أن هي تتعدل مش تتقلب. إحنا مصر عاشت دائما فرد، هو زي ما قال الدكتور يوسف إدريس، كان له مقال شهير حوله لرواية قصيرة حول حكاية الأسد اللي التهم الله يرحمه محمد الحلو في السيرك القومي، فكانت المقالة رمزية حوالين السلطة وقوتها. فكان بيقول أنا سلطان قانون الوجود، أن هناك قانون اسمه قانون الوجود
وهذا هو سلطان قانون الوجود، أن الرئيس هو سلطان قانون الوجود. لا، الرئيس ليس سلطانا، ليس القانون هو السلطان، والرئيس إذا أصبح ذو قوة فاعلة، وهنا نتحدث عن أي رئيس، فاعلية القوة دي لا تأتي من الخروج على القانون، ولكن بالالتزام بقوة القانون. نعم. لأنه جاء بشرعية القانون، ده صحيح، وهو يحكم بمقتضى القانون ويعزل بمقتضى القانون. فدي نقطة مهمة لازم يكون في يعني في باله. اتنين، النوع التاني من المصالحة اللي هو محتاجها هو مصالحة ما بين النخب، بما فيها فكرة النخب الاقتصادية، لأنه في ناس كتيرة خايفة وعندها بالمنطق يعني الإنسان كباحث عن مصالحي الشخصية، يقول لك طب لما البلد تستقر أبتدي أستثمر، أو أبتدي أسعى لاستثمارات أجنبية تيجي لمصر. هو محتاج إن يعمل مصالحة حقيقية مع النخب، سواء السياسية أو النخب الدينية أو النخب الثقافية والإبداعية أو النخب حتى الاقتصادية، بأنه يفهمهم أنه هذه دولة مؤسسات، وأنه الجزء الأكبر رسوخ مؤسسات مصر زي أهرام مصر كده، حاجة قوية لن يستطيع رئيس بمفردي ولا شخص ولا مجرد يعني تغير في تركيبة النخبة الحاكمة أن احنا نقلب مصر رأسا على عقب. محتاجين نصلح ما هو عاطب منها. على فكرة محتاجين نغير. لما بتتكلم على الأهرام، نعم، في معلومة ما كنتش عرفتها بس من أسبوع، ما عرفش أنت تعرفها ولا لا، أنه أبو الهول اتبنى قبل الأهرامات، وإنه لما جم يبنوا الأهرامات في المنطقة دي بنوه جنب أبو الهول علشان يحتموا في حراسة هذا التمثال العظيم. أنا كنت أعرف عكسها. فهنا الحكاية اللي هي إن فكرة الحارس الأمين. أنا الحارس الأمين، فهرجعك تاني لفكرة وجه بشر وجسم أسد. أيوة، فكرة الحارس الأمين اللي هو نفس المصطلح. احنا شايفين اللي هو العصارة هو قاعد وهو بي 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 بيتكلم هو في الصف التاني، اللواء العصار مع منير فخري عبد النور. هو بقى اللواء العصار اللي قال لي في الانترفيو من 4 أيام انه وسيظل الجيش الحارس الأمين. فحينما سألته معنى الحارس الأمين قال لي فهمها زي ما تفهمها. فهنا برضو لابد من التذكر ان احنا بينما نتحدث عن صيغة معادلة الديمقراطية والحكم بالقانون، فهناك لاعب مهم اسمه الحارس الامين. صحيح، هو مش توقع مني ان افصل، هو كده خلاص. خلاص كده المحكمة اتنورت ولا نشرح زيادة؟ لا اتنورت، بس انا عاجبني قوي شكل القاعة، مش عارف فين 99% منها. معنى كده ان مصر اتغيرت. المتوقع في مثل هذا النخب والأشكال التي نعرفها جميعا وتمتد عبر سنوات في عالم السياسة مش موجودة تقريبا. ما هو ده معنى الثورة، طبقة سياسية بتزال وطبقة سياسية تحل محلها. طبعا يعني في نخبة تانية. نخبة تانية بالضبط، في شعب. أنا مش شايف دي نخبة، أنا شايف أكتر إن ده شعب، وده جميل إن النخبة تلتحم مع الشعب. في على فكرة قاعد هناك سيف الإسلام البنا اللي مسك العصاية. أيوة ده صحيح. ابن نعم. الشهيد حسن البنا. أكيد والده ما كانش يتوقع أنه بعد 82 سنة من تأسيس الجماعة أنه الجماعة الآن تصبح هناك من يمثلها في سدة حكم ورئاسة مصر. نعم، الحكومة المصرية واضحة قاعدة، وزير البترول ووزير الإسكان ووزير الكهرباء وبعض المحافظين. وعلى فكرة في البنوار بتاع قاعة كبار الزوار في السفيرة الأمريكية آن باترسون وسفراء عدة دول أوروبية. على فكرة لابد أن نقول أن سفراء الدول الكبرى في مصر وقت معركة الانتخابات كانوا يتصفوا بصفتين. الصفة الأولى حالة الاهتمام غير العادي وغير المسبوق بسير تفاصيل الانتخابات. نمرة 2، ودي أول مرة تحصل، إنه كانوا مصادر للمعلومات وليس جهة تلقي معلومات. وهنا مش هعلق أكتر من كده. بس دي شغلة أي يعني البعثة الدبلوماسية. بس ما كانتش بتبقى قبل كده. ما كانتش بتبقى بالطريقة دي. صحيح. في أنباء متواترة على بعض المواقع، منها موقع الوطن، بيقولوا إن السيد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان موجودين في الجامعة، ممكن يظهروا بعد ظهوره. ممكن طبعا لو موجودين ده تبقى بادرة طيبة. طبعا تاني نقطة انه ممكن يكونوا هيصطحبوا الرئيس الى الهايك ستيب، اللي هي النقطة التانية بعد الاحتفال. نعم. الهايك ستيب اللي هي النقطة التانية بعد الكلمة في الجامعة.
عايز اقول حاجه مش عارف، مش عايز اكون يعني الشخص اللي بيكتب الاخبار السيئه، بس هو احنا واحده يعني واحده من تعريفات السياسه العامه والسياسه بمعنى القرارات السياسيه اللي بتتخذها الحكومات انه دايما هي اختيار وتضحيه. يعني هو واحنا واخدينها من الاقتصاد يقول لك الحياه ندره واختيار وتضحيه، ما ينفعش اكون موجود هنا في السي بي سي وفي نفس الوقت موجود في جامعه القاهره، لازم اختار. وبعدين اختار ابقى ضحيها يعني. بس على فكره احنا الثلاثه معزومين يعني، عشان بس لا. كمان لازم نقدم اعتذارنا لاي حد يكون وجه لنا الدعوه الكريمه لمؤسسه الرئاسه التي وجهت الدعوه، مؤسسه الرئاسه، ان احنا والله موجودين هنا عشان بنؤدي مهمتنا. صحيح، فهي ندره واختيار وتضحيه، ما دام اخترت تبقى ضحيت. وهو ده الجزء الصراعي اللي الاستاذ خيري كان بيتكلم عنه، واللي عليك اشرت ايه الفاتوره او الفواتير اللي هتدفع. هو من بكرة الصبح مطلوب منه أنه يدخل في هذه المعضلة، معضلة الاختيار والتضحية. ليه؟ مثلا في أهالي شهداء عندهم مطالب واضحة بيحطوها دايما في عيون الكبير، القصاص. وعنده مؤسسات دولة بتقول له قصاص يعني إيه؟ ما هو أنت لو دخلت في أنت رايح للقانون، والقانون بيحتاج أدلة والأدلة قاصرة. بالظبط، فهو على هيجي عنده نقطة ويكون مطلوب منه، مش هيعرف يعمل بالضرورة اللي عمله أول امبارح وامبارح والنهاردة بأنه يرضي كل الأطراف، اللي فيه قرارات ما ينفعش فيها أنه ينجح. أنا بقى خيري السؤال اللي حضرتك اتفضلت بيه، اللي هو أو النقطة اللي حضرتك بذكاء لفت النظر إليها، وهي الوجوه المتعددة التي ظهر عليها السيد الرئيس مرسي. نعم، في بعض المواقف هيستدعي وجه واحد ولا هو هيغلب وجه من هذه الوجوه؟ انا اعتقد ان هذا الامر يتوقف على مدى تعاون مؤسسات الدولة وحجم التدخل. اذا يعني هيبقى ثوري لما يعوز يكون ثوري. نعم. ولا هيجي في لحظة هيغلب؟ والسؤال ده برضه ليك يا دكتور. هو كان يعني هنيجي في لحظة هنلاقي رجل دولة على طول الخط بقى او رجل ثوري على طول هو الخط. كان امبارح بيعمل ايه؟ كان بيعمل معهم عقد ان انا معاكم بس انتم معايا، وهو حتى الان غير ضامن انه يستطيع ان يواجه التدخل في قوة كتير بتنزعه على السلطة، هو مش بيمارس لوحده شئنا ام ابينا. في ظل هذا النزاع هو محتاج الشارع ومحتاج الشعب، فهو عمل الشارع اللي هو شايل الصور اهو زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي، شايل صور ابنائه الشهداء ومتواجد بدعوة، وشكل الناس اللي موجود من بسطاء مصر يعني. نعم. اللي ما كانوش ممكن نتخيل انهم هيكونوا موجودين في هذه القاعة ابدا يعني. نعم، اذا مؤسسات الدولة، وعشان كده انا كنت بقول ان هو محتاج خطاب اكثر وضوحا وتحديدا في اجهزة الدولة حتى تستطيع ان تطمئن وتعمل معه. في يبدو ان الاحتفال بدأ، انا شايف تصفيق ده التصفيق ده للمشير طنطاوي والدكتور كمال الجنزوري وخلفه الفريق سامي عنان، وخلفه زويل. لا هو الاهم بقى في ده كله، وخلفه دكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب المنحل الذي ابطلت دستوريه. هنشوف هيتعامل ازاي في المراسم، لان كده هيتعامل في المراسم على انه ووراهم الدكتور احمد زويل الحائز على جائزه نوبل. ودي رسالة إيجابية جدا رسالة، يعني ده جزء من المصالحة برضه. صحيح، المصالحة بين المؤسسات والشعب الطمأنة للرئيس الأهم من الطمأنة للرئيس ومن الطمأنة للشعب. نعم. إن إحنا من السلطتين. نعم، عندما يأتي الرئيس إنه الحارس. نعم. أمين. فاكر العبارة إن الحارس أمين. خلي بالك احنا كنا بنتكلم على حالة الحارس الامين، هي فيها معنى تاني يا استاذ احمد اذا سمحت لي. انا بسلم النهارده. أيوة. 30 بسلم، انا جاي بسلم، قاعد في مكاني، انا رجعت خطوه ورا بعد ما كنت في المقعد الاول. انا رجعت خطوه ورا تحت مع الناس، في ناس هتفت يسقط حكم العسكر. نعم، ده كانت هتافات اول ما دخل الضباط حتى قبل الندره واختيار وتضحيه. بدا الجيش والشعب ايد واحده ردا عليه. الجيش والشعب ايد واحده، اعتقد ده الهتاف يعني الذي يجب الان، اللي يجب ان يكون الان يعني. يعني لا يصح الان في اللحظه دي. كويس، ده المجتمع اللي بيصوب نفسه اللي بيصلح نفسه على طول وبيواجه نفسه بنفسه. ما حدش قام ولا سكته، ما حدش. لا 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 عادي. المشير النهارده بيسلم السلطه فعليا يوم 30. نحن في انتظار السادة الحضور، نحن في انتظار دخول السيد رئيس الجمهورية، ونبدأ حفلنا بالقرآن الكريم، فنتفضل جميعا بالجلوس هادئين.
قبل ما يبدا القران الكريم بس يا استاذ عماد انا براء امر صعب جدا وموقف ان يكون في يدك الحكم وتسلمه طواعية باراده شعبيه لحد يقعد على كرسي رئيس الكنف الاعلى للقوات المسلحه. ترحيب بالمشيخ نعم. دكتور حسب الله الكفراوي بس دكتور برادعي كمان موجود على يمين الفريق علينا دكتور برادعي ساكت سيد عمرو موسى دكتور كتتني قاعد جنب الاماكن اللي نستقبل سياده استاذ عمرو موسى من فضل حضراتكم القاعة تلتزم الهدوء. أعتقد أنه دلوقتي القاعة وهي تستعد لتلاوة القرآن الكريم المشهد اللي حصل في الدقيقتين اللي فاتوا دول بيعكس الحالة النفسية اللي فيها المجتمع ما بين وبين حالة الانتقال من حالة تأجج واستقطاب إلى حالة بدء مصالحة وبدء اطمئنان. محمد مرسي سلم الرئيس. السيد رئيس الجمهورية ذكر اثنين بقى كنت مال مبارك من دي بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. أيها السادة، تتويجا لعطائه وأدائه المشرف والنزيه في ساحات القضاء على مدى عشرات السنين، فقد شهد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم مراسم أداء الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليمين القانونية رئيسا للجمهورية لتكون خير ختام لمسيرة عطاء حافلة.
كلمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، أحييكم أطيب تحية وأهنئكم وأهنئ نفسي ومصر جميعا بهذا الحدث الفريد الذي يتمناه كل حر أبي على أرض وطنه. اليوم أدى السيد رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليمين الدستورية إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 17/6 سنة 2012 والتي تقضي أنه إذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فقد انعقدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يوم السبت الموافق 10 من شهر شعبان 1433 هجرية 30 من يونيو 2012 ميلادية في الساعة 11 صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى قاعة الدكتور عوض المر بمقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان وحضور السادة المستشارين ماهر علي البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة والسادة المستشارين عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه عبد المطلب والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد علي غنيم والدكتور حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة والمستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين. ودعا السيد رئيس المحكمة السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي عيسى العياط رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب أن يتفضل بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ونصه كالآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
وقد أدى السيد الرئيس اليمين الدستورية. أحييكم أطيب تحية وأهني السيد الرئيس وأتمنى له التوفيق ويسدد الله على طريق الحق هداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرت مصر طويلاً هذه اللحظة وهذا اليوم. اختلفت التقديرات حول هذه المدة ما بين عشرات إلى آلاف السنين. انتهى الانتظار وحظيت مصر برئيس منتخب من الشعب، السيد محمد مرسي رئيس الجمهورية. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر فوق الجميع. الله أكبر فوق الجميع. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشعب المصري العظيم، الحفل الكريم، الحضور الكرام، السيدات والسادة، أحييكم أحييكم جميعاً بالتحية الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ حديثي معكم أوجه حديثاً خاصاً إلى أبنائي طلاب جامعة القاهرة الذين أجلت امتحاناتهم اليوم، وهم فقط في كلية الحقوق والآداب، وسوف يؤدون الامتحان الفترة المسائية، وأجل امتحان كان في الصباح أجل إلى يوم الخميس 11 رئيس الجامعة أفاد 11 ولا 12 11 من يوليو، وأعلموا بذلك. فأرجو أن يتقبلوا مني اعتذاري عن تأجيل امتحانات. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة، أرحب بكم جميعا ونحن في جامعة القاهرة، الجامعة الأم التي كانت أولى خطواتي في التعليم العالي في رحابها، والتي أشرف بالانتماء إليها طالبا ومعيدا ومدرسا مساعدا، ثم بعد ذلك رحلة الدراسات العليا. فأنا أشرف بهذا الانتماء لجامعة القاهرة. جامعة القاهرة معهد العلم العريق، حيث التعليم والبحث العلمي والعلماء الأجلاء في كافة المجالات، البحث العلمي الذي هو قاطرة التنمية والبناء،
وهو المحرك لمستقبل مشرق في مصر بإذن الله. ها نحن نبدأ معا مرحلة جديدة في تاريخ مصر، نطوي بها صفحة بغيضة، نطوي بها صفحة بغيضة، ونستفتح بها صفحة مضيئة إن شاء الله. نسطر معا بسواعد المصريين تاريخا يتصل بتاريخنا الشامخ منذ آلاف السنين، حيث عاشت أمتنا مصر، عاشت عصور ازدهار نفخر بها ويفخر بها ملايين العرب والمسلمين، كما عانت أحيانا لحظات انكسار سنعمل بقوة على ألا يعود. فمصر لن تعود إلى الوراء، لن تعود إلى الوراء. السيدات والسادة، لقد أنجز الشعب المصري بفضل الله تعالى ثم بتضحيات شهدائه الأبرار إنجازات عظيمة سنحافظ عليها ولن نفرط فيها أبدا، لن نفرط فيها أبدا، لأنها ولدت من رحم المعاناة، وتكبد الشعب فيها مئات الأرواح وآلاف الجرحى والمصابين. لقد فرض الشعب المصري إرادته وسيادته، ومارس لأول مرة في تاريخه الحديث سلطته الكاملة، فانتخب مجلسا للشعب ومجلسا للشورى، انتخب مجلسا للشعب ومجلسا للشورى في انتخابات حرة نزيهة عكست تمثيلا حقيقيا لكافة مكونات المجتمع المصري، واختار البرلمان المنتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر. بدأت عملها هذه الجمعية، وستستعين، وأنا على يقين من ذلك، وستستعين بكافة الخبراء في كل الاتجاهات ليأتي الدستور معبراً عن التوافق الوطني ومرسخاً للدولة الوطنية، ومرسخاً إن شاء الله للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، ومحافظاً على هوية الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع، وحارساً للحريات العامة والخاصة. دستور يقوم على الحق والعدل والقانون، ويحمي استقلال القضاء، ومطلقاً لحرية الفكر. هذا الدستور مطلقاً لحرية الفكر والتعبير والتنظيم والإبداع. دستور يحقق العدل الاجتماعي، وينقل مصر إلى مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيراً عند الأمة وخادماً للشعب. سيكون في مصر الجديدة
الحاكم فيها أجيرا عند الأمة وخادما للشعب، وهذه من أولى مهماتي معكم، حكما بين السلطات راعيا للدستور والقانون. وبعد أن أولاني الشعب ثقته في انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مصر العظام العدول، وحرستها القوات المسلحة ورجال الشرطة، الأمناء، وأعلن شيوخ القضاء المصري نتيجتها النزيهة التي جاءت بها صناديق الانتخاب. ها أنا ذا أبدأ معكم ولاية الرئاسية يا أبناء مصر جميعا. أعاهد الله وأعاهدكم وأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ومن تمام المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ومن تمام المحافظة على سلامة الوطن وأراضيه واستقلاله، بالضرورة أن أحافظ على القوات المسلحة، وأن أحافظ على الشرطة والقضاء، وأن أحافظ على كل أبناء مصر وشعبها. السيدات والسادة، سوف أبذل كل جهدي للحفاظ على أمننا القومي وحماية حدود هذا الوطن. مع القوات المسلحة، درع الوطن وسيفه، الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر أو تهديد أمنها القومي. أعاهد الله تعالى أن أحافظ على هذه المؤسسة، وأن أحافظ على أبنائها جنداً وقيادات، وأن أعلي من شأنها، وأن أدعمها، وأن أتخذ كل الوسائل والأسباب لتكون أقوى مما كانت، ولتستمر راسخة، وليكون هذا الشعب معها في كل ما تعمل إن شاء الله. أعاهد الله تعالى وأعاهدكم، والعالم يسمع ويرى، والله فوق الجميع يسمع ويرى. أعاهدكم أن يكون أمن الوطن، أمن البلاد واستقرارها نصب عيني ومسؤوليتي مع رجال الشرطة الأوفياء، الذين نذروا أنفسهم لحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. أعاهد الله وأعاهدكم أن نستكمل معا استقلال القضاء،
وأن يكون حكم القانون. أعاهد الله وأعاهدكم وأعاهدكم أن نستكمل معا استقلال القضاء، وأن يكون حكم القانون هو الفيصل، وأن يحصل كل مصري ومصرية على حقه أمام منصة العدالة العالية. لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه على نفسه ألا يكون بديلاً عن الإرادة الشعبية. وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها، ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن. والحفاظ على قواتنا المسلحة، سيعود المجلس الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن، وليحافظ على قواتنا المسلحة قوية عزيزة متماسكة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون. فتحية لهم على ما بذلوه من جهد وما تحملوه من عنت وما تكبدوه من مشاق. السيدات والسادة، إن النهوض بهذا البلد بمصر هو مسؤوليتنا جميعا، فلا مجال إذن للانتظار. فمصر في حاجة ماسة إلى كل يد تبني مستقبلها المشرق. إن الأمم لا يمكن أن تحقق نهضتها إلا بمشاركة كل أبنائها والتعاون المثمر بين المجتمع ومؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس فإننا سنفتح الآفاق في الفترة المقبلة لتمكين المجتمع بكل مكوناته وفئاته، وتوسيع دور المجتمع الأهلي والمدني للمساهمة بجد في كل قضايا الوطن. إنني من موقعي هذا أتعهد أمام المصريين جميعاً بأن تقوم الدولة بكامل مسؤولياتها تجاه المجتمع وتجاه أبناء مصر في الداخل والخارج، وأن تسهر على ما يخص أمنه واستقراره وسلامته، وأن ترعى كل فئات هذا المجتمع. أتعهد بأن أبذل غاية وسعي لدعم وشائج التعاون والمحبة بين كل أطياف هذا المجتمع المصري الأصيل، وتفعيل مفهوم المواطنة بين المصريين جميعاً. إننا بحاجة ماسة إلى إزالة آثار الفوضى في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي. هذه الفوضى
التي أسهم فيها النظام السابق على مدار العقود المنصرمة، لا بد وأن نحقق عدالة اجتماعية، لا بد وأن نحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ليتحقق الاستقرار والأمن للمجتمع المصري. السيدات والسادة، إن الأمة المصرية على طول تاريخها قامت بدور الحارس الأمين على مسار الدولة، فإن حاد النظام الحاكم عن المسار التاريخي الحضاري فإن هذا الشعب قادر على تقويمه. وها هو الشعب المصري الأصيل الذي خرج ثائراً في ميادين العزة والكرامة، في ميادين الشهداء في التحرير وفي كل ميادين مصر. استطاع هذا الشعب تقويم مسار السلطة، بل أقول أسقط هذه السلطة الظالمة، استطاع تقويم مسار السلطة بمفهومها المجرد، أسقط النظام السابق بسلطته. استطاع هذا الشعب تقويم مسار السلطة بشكل سلمي حضاري، ضاربا في ذلك أروع النماذج التي عرفتها الأمم في رقابة المجتمع على السلطة الحاكمة. إنني من هذا المنطلق أقول لمن تنتابهم هواجس من تبدل مسار الدولة المصرية إلى مسارات أخرى، أقول لهؤلاء من أهلي وأبنائي في مصر، أقول لهم إن الشعب اختارني من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية، من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية ودورها العظيم، ولن يقبل الشعب الخروج عن تلك المسيرة، لن يقبل الشعب ولا أريده أن يقبل الخروج عن تلك المسيرة. إنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أبذل غاية الوسع والطاقة للحفاظ على الدولة المصرية وإصلاحها بما يجعل مؤسساتها أكثر تعبيراً عن المصريين وقرباً منهم، وأن تعمل أجهزة الدولة على حماية ورعاية مصالح المواطنين في الداخل والخارج، باعتبار أن المواطن المصري هو محور اهتمامها وهو العمود الفقري للتنمية الشاملة. أيها الشعب المصري العظيم، إن النظام السابق فرط في أمن مصر القومي وأدى إلى تقزيم دورها الإقليمي والدولي، ولكننا نقول اليوم أننا سنبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة، بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة وثقلها الحقيقي في الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية والدولية. إننا نحمل رسالة سلام للعالم، ونحمل قبلها ومعها رسالة حق وعدل، وكما تعهدنا دوما نؤكد على احترام التزامات الدولة المصرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، نرعى هذه المعاهدات والاتفاقيات. وإنني أعلن من هنا أن مصر الشعب والأمة والحكومة ومؤسسة الرئاسة تقف مع الشعب المصري، تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه. إن مصر الدولة، الشعب والأمة والحكومة ومؤسسة الرئاسة تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة،
وسنعمل على إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني صفاً واحداً لاستعادة أرضه وسيادته. نحن لا نصدر الثورة، المصريون لا يصدرون الثورة، نحن لا نتدخل في شؤون أحد، نحن لا نتدخل في شؤون الشعوب أو الدول، ولا نسمح في نفس الوقت لأحد أن يتدخل في شؤوننا. إذا كنا الآن في مصر نبني مصرنا الجديدة، فإننا لا ننفك أبداً عن أمتنا العربية والإسلامية، ولا نعادي أحداً في هذا العالم. نحن نعلن دائماً كمصريين تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها وأن تحكم نفسها بنفسها. هذه هي المبادئ العامة التي يؤمن بها الناس جميعاً في العالم. مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضاً للشعب السوري. يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق للشعب السوري، يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق في سوريا الأشقاء، الشعب الشقيق في سوريا. نحن نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل كل جهد من أجل ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله. سنعمل بكل جدية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وما يستوجبه ذلك من تطوير في إطار الجامعة العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة. كل الدول العربية في حاجة لهذا، وكلهم حريصون على ذلك، ومصر هي الرائدة دائماً، وإذا نهضت ينهض العرب جميعاً إن شاء الله. إن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك للأمن القومي العربي. إن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك للأمن القومي العربي، وستكون دائماً في صف السلام الشامل العادل، ولن تلجأ أبداً لسياسات العدوان، وستقف قوية صلبة في وجه التحديات والأخطار التي تهددها. السيدات والسادة، تهددها تعود الهاء على الأمة العربية. السيدات والسادة، أيها المواطنون في كل مكان، الحضور الكرام الذين أحبهم، والشعب المصري وأقدرهم جميعاً وأحترمهم وأسعى دائماً أن أكون جزءاً منهم ودليلاً لهم إلى مصر الجديدة. أيها المواطنون في كل مكان، كان قدر مصر منذ الأبد أن تكون رائدة، وستصبح بسواعد أبنائها في ميادين العمل والإنتاج قادرة على الاستجابة لقدرها إن شاء الله. سنعمل معاً على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته، واستعادة السياحة لدورها. سنعمل معاً على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته، وعلى استعادة السياحة لدورها بما يعود بالخير على الاقتصاد المصري وعلى كل مواطن في مصر. سنرسم معاً مستقبلاً زاهراً إن شاء الله لأولادنا وأحفادنا
مسلمين ومسيحيين لتعود مصر. سنرسم معا مستقبلا زاهرا لأولادنا وأحفادنا، مسلمين ومسيحيين لتعود مصر عزيزة قوية، لتعود مصر عزيزة قوية، ولتستكمل أهداف ثورتها، ولنستكمل معا أهداف ثورتنا، ونحقق معا الحرية والعدالة، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والكرامة الإنسانية. أرسل لكم جميعا أحبائي في كل مكان تحية من القلب، وأعاهدكم ألا أخون الله فيكم. لن أخون وطني أبدا، لن أخون أهلي أبدا، سأكون بحول الله وعونه عند ظنكم ومطالبكم ورغباتكم وإرادتكم. والله الشهداء ذكرت وأكرر أن دماء الشهداء وأنات الجرحى والمصابين حق في رقبتي حتى يؤخذ القصاص العادل له. ننظر إلى الأمام ونمضي إلى العمل والإنتاج، ننظر إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف ولا أسفل الأقدام، ونمضي إلى العمل والإنتاج، وإن غدا لناظره قريب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى بعد أن ألقى الرئيس الدكتور محمد مرسي خطابه في جامعة القاهرة في قاعة التاسع 2500 من المدعوين، أبرزهم أعضاء مجلس الشعب والشورى وأيضا أهالي الشهداء والمصابين وقطاعات مختلفة تعبر عن كافة النخب في المجتمع المصري. الرئيس مرسي يؤدي لثالث مرة في أقل من 48 ساعة اليمين الدستورية، أداها بالأمس أمام الجماهير في الميدان، أداها القسم الدستوري الرسمي في أمام المحكمة الدستورية كما يقضي الإعلان الدستوري المكمل، ثم أداها في جامعة القاهرة بحضور لافت لكافة أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى ووجود الدكتور سعد الكتتني رئيس البرلمان الذي قضي بعدم دستوريته جالسا في الصف الأول مع كبار الشخصيات المتواجدة في القاعة. أستاذ خيري دكتور معتز، كيف نفهم قراءة
الذين جلسوا في الصف الأول. أولا نتوقف أمام وجود المشير طنطاوي والفريق عنان، ليس بوصفهما فقط من كبار ضباط القوات المسلحة، ولكن وكأنهما يقولان الآن هذا هو رئيس البلاد، نحن نتواجد هنا كجزء من الشعب ولسنا كزعماء أو قادة أو الجهة التي كانت تتولى إدارة شؤون البلاد. مصر لديها رئيس واحد، سلطة تنفيذية واحدة، وهي هذا الرئيس. نعم، عندي بعض الملاحظات الشكلية. الكلام في العمق فيه كلام كتير هنتكلم فيه، لكن أنا عندي بعض الملاحظات الشكلية اللي حضرتك بتتوقف قدامها. أنا مش فاهم مين بروتوكوليا اللي رتب الجلوس. متوقف أمام كلمة المستشار فاروق سلطان التي لم أفهمها، وكأنه جاي بيعيد عليهم وبيؤكد إن إحنا لنا شرعية، أنه أتى إلينا وأدى اليمين وقال واحد اثنين ثلاثة. لو لم يقل المستشار فاروق سلطان كلمة في المحكمة الدستورية العليا لفهمت اليوم معنى كلامه. أيضا يستوقفني غياب كلمة لرئيس جامعة القاهرة. أنت ضيف علي في جامعة القاهرة، الذي يمثل هذه الجامعة ورئيس الجامعة، ولو من باب الترحيب ومن باب الترحيب كنت أنتظر أن يقول كلمة. استوقفني جدا جلوس فضيلة المفتي في صفوف متأخرة وجلوس شخصيات ليس لها أي وضع بروتوكولي مع كل الاحترام لها في الصف الأول. استوقفني أيضا جلوس الدكتور سعد الكتتني في الصف الأول. هو واضح الأول من الصور الآن، ويبدو وكأنه إما أن سيارات الدكتور مرسي تستعد للرحيل أو أنه يرحل بالفعل ويغادر المجلس. ورأينا أن المشير طنطاوي والفريق عنان ذهب إلى القاعة الرئيسية الجانبية وكأنهم سيكونون معه أو يصطحبونه إلى الاحتفال الذي تعده القوات المسلحة في منطقة الهايكستاب للاحتفال برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأيضا لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم، فاستوقفني جدا وجود شخصيات ورموز. شايف وزير الداخلية قاعد في حتة كده ومستخبي، يعني لا تليق بوزير داخلية مصر. الداخلية لا، وعلى فكرة ورجل أدى أداء رائعا. نعم، يعني في الفترة. نعم، الماضية. بغض النظر، هو وزير داخلية مصر حتى الآن قاعد مش في مكانه، فضيلة المفتي قاعد مش في مكانه، شخصيات. وما شفناش صورة شيخ الأزهر خالص. ما شفت الشيخ الأزهر، غاب شيخ الأزهر لا أدري لماذا. في حالة من الارتباك من يجلس. دي مسألة تستحق التوقف. استوقفني جدا غياب السيد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وكنت أتمنى على المستوى الشخصي أن يكون حاضرا بصفته واحدا من الشخصيات العامة في مصر في تنصيب الرئيس. كان وبوصفه مواطنا، ما هو هنا مواطن وشخصية عامة، يعني المشير جه بالضبط. وجود المشير كان له معنى، أنا جاي. طب يمكن عشان بس نشرح عدم وجود فضيلة المرشد، أنه يمكن أنه أراد ألا يسبب حرجة. هذا كان حيرد على إشارات السيد الرئيس وهو يشير إلى الجماعة بطرف خفي هنتكلم عنه، لأنه شاور عليها. فطالما شاورت عليها، أولى الرسائل أني رئيس مصر، ان في شخصية عامة زي السيد المرشد العام، شخصية عامة زي المهندس خيرت الشاطر لها دور في هذه الجماعة من ضمن المجتمع المصري بطوائفه اللي حاضرة قاعدة بتستمع للرئيس. هو الرئيس هنا ورئيس اللي قاعدين، غيابه يطرح لدي تساؤلات. طيب، في كمان لاحظت حضرتك وجود الدكتور برادعي والدكتور زويل، هل هم بوصفهما الحائزين على نوبل؟ لأن الاحتفال موجودا في جامعة القاهرة، فتم أفضل التعامل معهم بهذا المنظور. كويس. أنها شخصيات لها قيمة، لها تاريخ حاصلة على نوبل، شرف قلادة النيل، ويعني لهم تكريم أيضا خاص. الأستاذ عمرو موسى، الأستاذ عمرو موسى واخد قلادة النيل أيضا من الرئيس مبارك، فهو موجود في الصف الأول. نعم، ربما بهذا الصف. وجود الدكتور سعد الكتتني مع كلام الرئيس له مغزى ومعنى. يا ريت بقى تستعيد المقطع اللي قاله فيما يختص بالسلطة المنتخبة. ده هو أصر عليها وعدها أكتر من مرة وقال
إن هذه السلطة المنتخبة مجلس الشعب تم اختياره بإرادة الشعب إرادة حرة، انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها القضاء وأشرف عليها القوات المسلحة. الجهات اللي احنا بنختلف مع بعض اهو. طب ما تيجي نكون أشرار ونورط الدكتور معتز في ان هو اللي يشرح الفقرة. يا سلام، اشترك معي. قول لنا بقى دكتور ماذا عامل لي تناقض. ايوه دكتور، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ بص هقول لحضرتك، هقول كلام ممكن ناس كتير ما تحبش تسمعه بس احنا مضطرين نقول. في يوم من الايام قرر مسلمو نيويورك ان هم يبنوا مسجد او مركز اسلامي قريب جدا من جراوند زيرو اللي هو مقر البرجين اللي اتهدموا. وكنا امام طريقة من اتنين يفكر بهم اوباما، اما ان اوباما يعمل يعني يستجيب للارادة الشعبية اللي هو لو حضرتك لو كنت استطلعت والحقيقة استطلعوا اراء اهالي نيويورك المركز الاسلامي ده يتبني ولا لا، اغلبيه الناس كانت حاجه 70% قالوا ما يتبنيش، ده في جرح لمشاعرنا وحاجات بالمعنى ده. لكن كان السؤال ما الذي كان على رئيس الدوله ان يفعل، ان يتفكر ان يفكر بمنطق الاراده الشعبيه ولا بمنطق دوله القانون؟ كان السؤال اللي طرح، هل دي ارض عامه أم أرض خاصة؟ هل دي ملكية عامة للحكومة الأمريكية وبالتالي الحكومة الأمريكية هي اللي تقرر مصيرها، ولا دي ملكية خاصة لهؤلاء الناس يفعلوا فيها ما يشاؤون؟ طبعا هي علاقة مالك بمستأجر. علاقة ملكية خاصة. هل بناء مركز إسلامي في هذا المكان هو مخالفة للقانون في شيء؟ كانت الإجابة لا. قال إذن حكم القانون، حكم القانون. أيوة. وبناء عليه زي ما وبناء عليه بناء عليه إذا المحكمة الدستورية حكمت بحل مجلس الشعب وهي أعلى سلطة قضائية فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، إذا لابد من الانصياع لها إن كنا حريصين على دولة القانون. وإذا كان الدكتور يشير في كلمات الدكتور مرسي السيد الرئيس مرسي يشير إلى أنه أو يلمح عدة مرات بأنها السلطة المنتخبة، إذن لابد من العودة إما للمحكمة الدستورية العليا وبعديها بفقرة بعد إشادته بالقوات المسلحة أنه حان الوقت لكي تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها وتتفرغ لأداء دوره. خلاص التسليم وقالها وأن تعود، ولم يشر أنها ما زالت تحمل صفة التشريعية لأنه قال وأن تعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها. وعايز بس ملاحظة صغيرة أستاذ عماد هنا، فضل لما اتكلم عن مجلس الشعب وعن الانتخابات النزيهة وعن انه ممثلا للطوائف الشعب وانه بإرادة شعبية وبحكم قضاء جلاء وبرعاية وحماية الجيش والشرطة، راح مأدي اليمين الدستوري. الربط مباشر، لعندما انتهى من الحديث عن مجلس الشعب بشكل مباشر تفصيلي يؤكد، راح قايل اليمين وكأنه بيعترف بالشرعية، بالشرعية اللي هم موجودين في القاعة دي، فادينا هو بأدي اليمين قدامهم. انتوا موجودين وقلت ان انتوا شرعي وقلت ان انتوا منتخبين وقلت ان انتوا معلكوش جدال، وراح قايل وان تعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها شكرا للجيش. طب بس اوضح حاجة، انا موافق جدا لابد ان يكون في مخرج قانوني اما المحكمة الدستورية العليا او محكمة القضاء الاداري علشان مجلس الشعب من يرجع يقوم بدوره. هنا هذا يدفعني الى التساؤل، هل هذا الخطاب يدفع الى مزيد من التصالح ام يوجه الاضواء نحو ازمة؟ هل هذا الخطاب يؤدي هو طريق للتصالح ام طريق لفتح ابواب ازمة في قراءة المشهد السياسي؟ تسمحوا لي ده يكون موضوعنا بعد الاستراحة الاعلانية حتى نستطيع ان نحلل بالضبط ماذا فهمنا من هذا الخطاب المهم، القسم الثالث للسيد الرئيس مرسي في غضون أقل من 48 ساعة. تابعونا على الهواء مباشرة بعد الاستراحة الإعلانية بإذن الله.